أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو عن فتح باب الترشح للمنافسة على جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، حيث سيكون موضوع الجائزة لهذا العام 2016 هو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتعليم المجموعات الأقل حظ. وحددت المنظمة في خطاب السيدة أرينا بوكوفا المديرة العامة لليونسكو 30 من سبتمبر القادم كآخر موعد لتقديم الترشحات، مؤكدة بأن هذه الجائزة تأتي منسجمة مع استراتيجية المنظمة الجديدة 2030. ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم. سعادة الوزير، بداية نرحب بك، ولو تطلعنا ما هي أهمية هذه الجائزة بالنسبة للبحرين وأيضا بالنسبة لمنظمة اليونسكو وما الذي تقدمه للعالم؟ في البداية أحب أتقدم لك بالشكر على اتاحة هذه الفرصة، وكذلك خالص التحية والتقدير إلى مشاهدين تلفزيون مملكة البحرين الكرام. في الواقع هذه الجائزة التي تفضل بها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المصدى حفظه الله ورعاه، نقلت البحرين ولله الحمد إلى مرحلة متقدمة في الجوائز التي تقدم من قبل هذه المنظمة العريقة التي تغطي أنشطتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعتبر ذراع أساسي لهذه المنظمة الدولية. في الواقع أن جائزة هذه الجائزة وتخصصها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم ينسجم مع توجهات اليونسكو والآن الحديثة في تطوير التعليم، وبالتالي ربطه كل ما من شأنه أن يتيح للطالب الفرصة لكي يتلقى تعليما متطور، وكذلك يرتقي بالمؤسسات التعليمية. وتعتبر اليوم هذه الجائزة يعني جائزة متميزة وتشكل قيمة مضافة إلى جوائز اليونسكو. هذا ليس كلام مملكة البحرين، وإنما أيضا ما نصت عليه كما تعلم أخي الكريم الوثيقة التي قدمتها المديرة العامة لمنظمة اليونسكو عندما تم التجديد لهذه الجائزة العالمية في المرحلة الثانية. أشارت الوثيقة التي قدمتها إلى المجلس التنفيذي إلى الأمرين: التوصية بالتجديد لهذه الجائزة، وكذلك ما حققته هذه الجائزة على الصعيد العالمي من خدمة كبيرة في نشر التجارب الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم وإيصال التعليم من خلال مشاريعه المتميزة أو التجارب العالمية، أو نقل التعليم للمناطق الصعب الوصول إليها من خلال هذه المنظومة الإلكترونية. وأشارت المديرة العامة أن هذه الجائزة تشكل إضافة إلى جوائز اليونسكو وتنسجم مع استراتيجية اليونسكو في المرحلة القادمة. طيب سعادة الوزير، الآن يعني في سياق ما ذكرته، الجائزة تخطو جائزة الملك حمد في هذا العام في دورتها الثامنة، هل لك دكتور أن تطلعنا على أبرز الإنجازات التي حققتها في مجال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي أنها يعني تواكب العصر إن صح التعبير؟ أخي الفاضل، كما تعلم يعني في هذا الجانب أن مرت سنوات شهدت نجاح كبيرا من خلال عدة أمور، يمكن ازدياد عدد المترشحين لهذه الجائزة وتنوعهم من مختلف دول العالم، المشاريع الرائدة التي قدمت، وكذلك مرحلة التقييم التي تتم من خلالها اختيار المشاريع الفائزة. هناك خبراء عالميين من مختلف دول العالم يعقدون اجتماعاتهم في المنظمة ويتابعون ويطلعون بكل مهنية وحرفية على المشاريع ويختارون الأفضل منها. خلال الفترة الماضية لو ننظر للجائزة والمشاريع التي فازت تجدها تجارب ممكن تستفيد منها جميع دول العالم، سواء من حيث على صعيد المعلمين أو على صعيد المشاريع التربوية أو على صعيد نقل التعليم إلى مناطق يحتاج إليها، أو طريقة متطورة من على الصعيد التعليمي في التعامل مع هذه المنظومة الإلكترونية. كما تعلم اليوم أصبح التكنولوجيا التعليم واستخدام الكمبيوتر في التعليم ووسائل الاتصال كلها تعتمد على أنماط متطورة وأيضا وسائل حديثة
تتطلب أن تستفيد العالم من التجارب الرائدة حتى تستطيع المنظمة تحقق أهدافها الإنسانية، وأعتقد أن أهم هدف إنساني تتفق عليه كثير من الآراء هو التعليم ودوره في التنمية وأيضا الحياة الأفضل للشعوب. نعم، إذا سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.